الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة خفايا الشبكة العنكبوتية. سوف نرى اليوم كيف يمكنك حذف الملفات الزائدة أو الملفات المؤقتة التي تتراكم على النظام الخاص بك. لأن الملفات المؤقتة، للناس اللي مش عارفة، الملفات المؤقتة هي ملفات تنشأ طبعا بشكل تلقائي وبشكل دائم. يعني إذا نصبت ويندوز تأتي مثلا تفتح أي شيء، مثلا متصفح جوجل كروم، راح ينشئ في خلفية هذا الكمبيوتر أو في خلفية نظام الويندوز راح ينشأ ملف مؤقت فارغ. تفتح أي مجلد على الحاسوب الخاص بك راح ينشأ ملف فارغ. تفتح أغنية، تفتح أي شيء، تكتب أي شيء، تغلق أي شيء، حتى حركة الماوس، هذه كل شيء هذا ينشئ ملفات فارغة في نظام الويندوز. وبالتالي عندما تكثر هذه الملفات بعد 3 شهور، 4 شهور، 6 أشهر، ماذا يحدث؟ تتراكم طبعا الملفات الزائدة هذه على النظام. مثلا إذا أتيت إلى الكمبيوتر الخاص بك سوف تجد، مثلا على سبيل المثال، سوف تجد أن القرص ديسك لوكال سي ممكن مثلي أنا موجود 25 جيجا فقط فراغ، ولكن أنت لا، أصلا مش موجود عندك يعني ملفات فيديوهات أو صور أو مستندات بالحجم هذا اللي هو أكثر، يعني الحجم القرص بالكامل. هذا لماذا يمتلئ القرص الصلب؟ أصلا يمتلئ لأن هذه الملفات الزائدة تتراكم يوم بعد يوم، حركة بعد حركة. إذا شغلت أي برنامج، شغلت أي شيء، كل استعمال، كل حركة تقوم بها في الكمبيوتر راح تصدر ملف فارغ يؤثر بالتالي على صحة النظام، فبالتالي يبدأ الحاسوب بالثقل، وبالتالي يؤدي في نهاية الحلقة إلى انهيار كامل في نظام الويندوز، وتضطر أصلا إلى عمل نظام ويندوز جديد. وبالتالي حتى نظام الويندوز الجديد بعد فترة من الزمن يبدأ يبطأ، يبدأ ليس يعني على ما يرام، يتشنج كذا. ذلك كله بسبب الملفات المؤقتة. اليوم راح نوريك كيف يمكن أنك أنت تحذفها بشكل يدوي بدون أي أخطاء، بدون أي مشاكل، بشكل سهل جدا وسلس، بحيث أنك تحافظ على النظام الخاص بك. على فكرة ممكن هذه الملفات تجدها تصل حتى إلى 30 جيجا أو 40 جيجا في بعض الأجهزة، يعني حجم ضخم جدا جدا جدا، يكون عبء وثقل كبير للغاية عن النظام الخاص بك. كل ما عليك طبعا هو أن تأتي إلى القائمة التي هنا وتكتب كلمة run هكذا بهذه الكيفية. تمام، من هنا طبعا تأتي إلى run هكذا، أو يمكن أنك أنت أيضا تصل إليه عن طريق الضغط على زر الويندوز هنا وحرف R من الحاسوب الخاص بك، ويندوز وحرف R، لكي تنبثق لك هذه النافذة. في البداية طبعا ستأتي وتكتب هذا الأمر اللي هو بريفيتش، هذا الأمر يعني الخاص بالحرارة، يعني الخاصة بالجهاز. يمكن أنك أنت تكتب من هنا وتحط الأمر هذا هنا وتعطي على أوكي. الآن شوف، إذا أعطاك مثلا كونتينيو، هل تريد المتابعة؟ تقول له نعم أريد المتابعة. تمام، من هنا طبعا كل هذه ملفات زائدة أنت لا تحتاجها أبدا، هذه هي الملفات اللي تكلمت عليها. يمكن أنك أنت طبعا تضللها بالكامل عن طريق الضغط على كنترول A بهذه الكيفية، وبعد ذلك كنترول D لحذفها بالكامل وتعطيها أوكي، يعني احذف لي هذه الملفات، لا أريدها أبدا أن تبقى في الحاسوب الخاص بي. بعد ذلك هكذا، ثم من جديد على الأمر رن عن طريق الضغط على زر الويندوز وحرف R. من هنا طبعا تقوم بكتابة هذا الأمر الذي سوف تجد، طبعا جميع هذه الأمور سوف تجد أسفل هذا الفيديو في المدونة، اللي هو الأمر تيمب، تقوم بالنقر عليه هكذا بالكامل. من هنا طبعا كذلك تقوم بالضغط على كنترول A لتحديدها بالكامل، ثم تقوم بالضغط على كنترول D لحذفها بالكامل وتحذف هذه الملفات. طبعا إذا أعطاك خطأ مثلي أنا الآن مش عاوز يعني يحذف بعض الملفات، فهذا بيكون لأنك أنت فاتح بعض البرامج اللي موجودة هنا مثل جوجل وغيرها، فإذا يستحسن قفل جميع التطبيقات لكي تسمح لي بحذف كل الملفات الزائدة. أنا طبعا سوف أعطي كانسل هكذا بهذه الكيفية. بعد ذلك من جديد الأمر الثالث اللي هو كنترول R، تفتح الرن من هنا، طبعا تأتي بكلمة تمب هذه وتضيف لها علامة بالمية في البداية وأيضا علامة بالمية في نهايتها حتى تصبح بالمية تم بالمية هكذا بهذه الكيفية، تعطي على الأوكي. دائما إذا أعطاك طبعا متابعة أو شيء من هذا القبيل سوف تعطيه طبعا متابعة كالعادة، يعني حتى تضغط على كنترول A، أو يمكن أنك تحددهم بالكامل، يمكن أيضا أنك أنت تقف عليهم بهذه الكيفية.
هكذا من هنا وتعطي على الديليت هكذا. طبعا المهم انك انت تروح يعني حذف هذه الملفات. طبعا انا لن اقوم بحذفها لاني اقوم الان بالتصوير، اذا حذفتهم فسوف يحذف هذا الفيديو، ما عم لذلك سوف اعطيه نو. اما انت فراح تحذف هذه الخيارات ايضا يعني اللي هي موجوده هنا. بعد ذلك حبيبي راح تاتي الى الواجهه العاديه الخاصه يعني بالسطح المكتب الخاص بالكمبيوتر الخاص بك هكذا بهذه الكيفية. تبحث على سلة المحذوفات أو الريسيل بن، هذه أنت بسلة المحذوفات هذه الكثير يعني جدا من الناس بيغفلوا على هذه النقطة، بتروح واقف عليها هكذا وتعطي على إفراغ سلة المحذوفات أو حذف يعني الملفات اللي الآن قمنا بحذفها ولكن تحولت إلى سلة المحذوفات، فبالتالي أيضا موجودة في النظام وراح تسبب نفس العبء، فلذلك حطيتها على الأوكي وسيتم طبعا حذفها زي ما أنت شايف. يعني من هنا أنا 1.77 جيجا، ممكن أنت تصل لك حتى إلى 15 جيجا، 20 جيجا، كل هذا عبء على النظام سوف يؤدي في النهاية إلى انهيار كامل وشامل في نظام الويندوز. الآن تمام، من هنا طبعا إذا لاحظت بعد قيامك بهذه الخطوات يعني حذف كل شيء سوف تلاحظ سرعة كبيرة جدا في الكمبيوتر، لا يتشنج، برودة أيضا في الكمبيوتر الخاص بك، سرعة أيضا في الإنترنت. المهم هذا هو الدرس بكل بساطة بكل أريحية، هذه الخطوة راح تقوم بها كل فترة يعني دوريا، راح تقوم بها كل أسبوع، كل 10 أيام، كل 3 4 أيام، على حسب سرعة أو على حسب استخدامك للإنترنت. المهم هذا هو الدرس، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك أسفل هذا الفيديو وأيضا دعمنا بلايك ومشاركة هذا الفيديو مع أكبر عدد من الناس لكي يستفيد الجميع. سلام.